حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ مشاهدينا من المدى في الموصل. الضحايا المدنيون للتحالف الدولي لا يزالون ينتظرون التعويضات. نطالع في العرب اللندنية، رئيس الوزراء العراقي يتهم قوى واهمة بإعاقة جهود توفير الطاقة والغاز. وفي شفق نيوز، جهنم كهرباء العراق، فساد وإرهاب وسوء إدارة ومنافسة أمريكية غير نزيهة. ونقرأ في القدس العربي، وساطات لإيقاف التصعيد العسكري على القوات الأمريكية في العراق. في العربي الجديد، العراق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحتجون أمام منزل وزير الداخلية. إيكونومست، أمريكا منيت بهزيمة منكرة في أفغانستان وعادت البلد إلى المربع الأول. ونقرأ في صحيفة لوفيغارو، رياح غضب ضد أبي مازن وسط قمع السلطة الفلسطينية المحتجين. التاريخ بحد ذاته هو أمانة، وعندما يكون التاريخ مجيداً وتكون أفعاله محمودة ويكون صناعه رجالاً يفنون ويفتدون أوطانهم بأعمارهم وآمالهم وبدمائهم، فحينئذ تكبر الأمانة وتعظم المهمة وتصغر نوازع الأثر والخوف على النفس، فتبذل رخيصة في سبيل القضايا المصيرية أفكاراً أو معتقدات. هكذا كانت ثورة تشرين في العراق فخراً ومجداً وإرثاً وأمانة تعاقب على المحافظة عليها، تعاقب أبناؤها عليها الثوار وأبناؤهم وأبطالها المجاهدون وأحفادهم، وبما يجعل من هذه الثورة وتاريخها معيناً مستمراً لا ينضب لاستلهام المواقف والعبر والدروس والسير في كيفية استعادة البلاد وبناء الأوطان ومدافعة الشرور. وبهذه الكلمات إذن كانت افتتاحية صحيفة الميثاق الوطني العراقي. ما زالت هذه الثورة تمدنا بشواهد الواقع المتكررة في زماننا، فقد تعرض عدد من قادة العشرين ورجالها الذين بذلوا ما يستطيعون وقدموا ما يطيقون إلى شتى أنواع الإبعاد والإزاحة وتشويه الصورة وتغييب الدور وغمط الحقوق، ودارت عليهم دوائر الشر التي جاءت مع الاحتلال، كما تدور دوائر الشر علينا منذ ساعة الاحتلال عام 2003 وحتى اللحظة. ولعل سعي هذه الدوائر الشريرة الحديثة ظاهر للعيان من خلال سعيها المحموم لإبعاد أخبار الثورة الحقيقية ووقائعها التفصيلية وعلائقها الوطنية عن جيلنا الشاب المعاصر، خشية أن توقد فيهم روح الثورة وتعيد فيهم نخوة الوطن التي يعرضها الآن باعة الوطن بأسعار بخسة، ويقايضون بلادهم وما فيها مقابل كراس هزيلة أو دريهمات مهما كثرت فهي قليلة أمام قيمة الوطن والوفاء له والولاء له لا لغيره. إن تاريخ ثورة العشرين حافل بكم كبير من المواقف الأصيلة والقصص النبيلة التي لها صلة وثيقة بما نعانيه في أيامنا الصعبة ونعيشه في سنوات الاحتلال العصيبة والمتطاولة، وفيها أيضا من المعلومات الكثير مما يمكن أن يكون خير رادع ومانع لفذلكات المتساهلين والمتخاذلين والمتهاونين والمبررين وما أكثرهم. أضافت صحيفة لعل استعلاء أهل الولاء لغير أهلهم هذه الأيام واستفزازهم مشاعر العراقيين تعيد إلى الأذهان عجرفة المحتل البريطاني واستطالته على أرواح العراقيين وأعراضهم وأموالهم، وهي العوامل التي سرعت في اشتعال ثورة العشرين واندفاع العراقيين للدفاع عن عزيز ما يعتقدون وكريم ما يملكون، وهذه سنة كونية وعادة تاريخية
لا تتخلف وإن هي تأخرت أو طال انتظارها. نبقى إذن مشاهدينا الكرام مع صحيفة الميثاق الوطني والحديث عن ثورة العشرين في ذكراها، حيث كتب عبد القادر النايل مقالا جاء فيه: اتسمت ثورة العشرين بأنها ثورة استطاعت أن ترسم طريق التحرير للعراق وتؤسس الدولة العراقية الحديثة وتحافظ على وحدة العراق وكسر المشروعات الخبيثة التي سعت إلى تفكيك المجتمع العراقي بالخطط التي أراد المحتل البريطاني تنفيذها في العراق والمنطقة العربية والإقليمية، ولكنه نجح في تنفيذها في دول مجاورة، فاقتطع إمارة الأحواز العربية من الوطن العربي وضمها إلى إيران. إن نجاح الثورة العشرين، والتي تعتبر علامة مضيئة في تاريخ العراق يفتخر بها أبناؤه على مدار التاريخ ويحيون ذكرها من كل عام في 30 حزيران، ليست لأنها ثورة وانتهت بنجاحها بإجبار قوات الاحتلال على تشكيل نظام سياسي على أسس وطنية متينة، إنما بسبب أنها أصبحت منهجاً لكل حركات التحرر في المنطقة في عصرها الحديث. وهم يرون أن الشعب العراقي قاتل بالسلاح والفالة والمجوار ولم يستسلم إلى فرض إرادة المحتل البريطاني في وقتها، ولذلك كانت أهم الدروس التي يجب أن يضعها العراقيون وهم أحفاد المؤسسين لثورة العشرين وقادتها الأبطال هو عدم الاستسلام للظروف الميدانية وعدم الخضوع لرغبة المحتلين وأدواته، ولا بد من انتزاع الوطن من مخالب المحتلين وعملائهم الفاسدين، لأن أجدادنا في ثورة العشرين سلكوا كل الطرق وهم يناضلون دفاعا عن وطنهم، ولم يضعوا فوارق القوة والسيطرة والبطش في ميزانهم الثوري، فخاضوا معارك قبيل الثورة، انتصروا ببعضها وخسروا بعضا منها، لكن تضحياتهم وشهدائهم كانت مناراً للأجيال اللاحقة، لأن إصرارهم كان أقوى من اليأس الذي حاول المحتل وعملاؤه زرعه في قلوب العراقيين الثائرين. وهذه من أهم الأسباب في استمرار وقود الثورة والسير في نهجها القوي. ومن الثوابت المنهجية التي كانت الركيزة الثانية لثورة العشرين هي الوحدة المجتمعية والشعبية لكل أطياف الشعب العراقي. لذلك عندما كان العراق أولاً، فإن المصلحة العامة هي التي تتحكم بجميع المواقف الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال ومشروعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولذلك كان السني والشيعي والتركماني والكردي، المسلم والمسيحي وغيرهم كانوا مشاركين في ثورة العشرين ومنفذين لكل قرار يتخذ من قادة الثورة في حينها، وكان القرار يقرأ نفسه في المساجد والحسينيات ودور العبادة المختلفة والمقاهي الثقافية، وتصدح به حناجر الشعراء والأدباء. في 29 من شهر حزيران عام 2021 توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق رامسفيلد في مدينة تاوس نيو مكسيكو عن عمر ناهز 88 عاماً من دون معاناة، تاركاً وراءه كماً من الجرائم ضد الإنسانية من دون أي عاقب عليها. إذن عن هذا الموضوع كتب كاظم المقدادي مقالاً في صحيفة المدى جاء فيه: قاد وزير الدفاع رامسفيلد حرباً مدمرة أخرى على العراق بذريعة امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل من دون استحصال إذن من مجلس الأمن الدولي. واستخدمت القوات الأمريكية الغازية في عام 2003 للمرة الثانية أحدث أنواع الأسلحة المتطورة والأشد فتكاً من أسلحة اليورانيوم المشعة، والتي طالت المناطق السكنية المكتظة والمستشفيات والمستوصفات والمدارس والدوائر والمحال التجارية وغيرها. دمر الغزو البنى التحتية كلياً، وتسبب الاحتلال بانهيار الدولة العراقية ومؤسساتها،
وفاقمت الحرب من الكارثة الصحية والبيئية التي سببتها أسلحة حرب عام 1991، ومن أبرز معالمها انتشار الأمراض السرطانية القاتلة والولادات المشوهة والولادات الميتة وعلل مرضية أخرى غير قابلة للعلاج. يقدر إجمالي عدد المرضى المصابين والمتوفين بنحو 2 مليون. لقد ارتكبت خلال فترة قيادة رامسفيلد للحرب على العراق جرائم فظيعة، فإلى جانب كونه أحد رموز اجتياح العراق وتدميره وصاحب نظرية الصدمة والترويع التي استخدمت كاستراتيجية إرهاب سياسي في العراق بعد الاحتلال، فهو المسؤول الأول عن الانتهاكات الفظيعة بحق العراقيين خاصة في سجن أبو غريب الشهير. فقد كشفت تحقيقات دولية في عام 2004 عن إشراف رامسفيلد بنفسه على أعمال التعذيب وفق أوامره للمعتقلين العراقيين والتنكيل بهم بوحشية أثناء الاستجواب والتحقيق في السجن المذكور. أضاف الكاتب: قد سميت حروب رامسفيلد بمستنقع الولايات المتحدة الذي جيش الرأي العام الدولي والداخلي ضد الإدارة الأمريكية. لقد رحل مجرم الحرب رامسفيلد إلى القبر آخذاً معه لعنة التاريخ الحديث بوصفه كبير مهندس الحروب الأمريكية الأخيرة، ولعنة آلاف المفجوعات والمفجوعين وثكالى من الأرامل واليتامى من ضحايا حروبه وأسلحته الفتاكة. أمريكا تعلم بأن قيادة القاعدة في إيران وأن قيادات جماعات إرهابية سنية وشيعية أخرى تجد لها ملاذاً آمناً في إيران، وأن النظام الإيراني يقدم لها الدعم المالي والتسليحي والتخطيطي لتقوم بأعمال إرهابية حول العالم، ولكنها مع كل ذلك تلاحق ذيول الأفاعي وتترك رؤوسها الكبيرة الفاعلة تعيش بأمان في إيران. المثير للاستغراب أن النظام الإيراني منذ قيامه في عام 79 و900 وألف برعاية الحكومة الفرنسية وبمباركة أمريكية داعمة لم يتوقف ولو يوما واحدا عن القيام باعتداء أو تخطيط الاعتداء أو التهديد باعتداء ضد دول الجوار حكومات وشعوبا وضد دول العالم ومنها أمريكا نفسها ولا يعاقب. فلنتابع التفاصيل. بالتعامل مع هذا النظام المعتدي الإرهابي الذي لا يتستر على عدوانيته وإرهابه ولا ينكر جرائمه المدمرة بل يباهي بها ويعد بالمزيد منها، هناك نوعان من الحكومات: الأول دول كبرى تدعمه وتناصره وتتاجر معه وتزوده بالأسلحة وتتعاون معه على تطوير أسلحة بدوافع انتهازية اقتصادية أو سياسية خاصة كروسيا والصين وكوريا الشمالية. الله حرم المرشد الأعلى من الذكاء وجعله مولعاً بالقتل والحرق والتفجير والتهجير والتدمير والتفنن في اختراع أساليب القمع والقهر والظلم ونهب خيرات الإيرانيين والمستعمرين المستغفلين العرب الآخرين. والثاني حكومات أخرى ومنها أمريكا الدولة الأكبر في العالم في العصر الحديث تتجنب الصدام معه من جهة وتحاول من جهة أخرى ترضيته من أجل احتوائه وحمله على التوبة والعودة إلى العقلانية والتعايش السلمي مع دول الجوار ومع العالم، ولكن دون جدوى. أضاف الكاتب: ما فعلته قيادة النظام بالشعب الإيراني قبل غيره ثم بشعوب العراق وسوريا ولبنان واليمن وبكل أرض وطأتها أقدام ضباط الحرس الثوري أو جواسيسه لا يمكن عده إلا غباء مركبا لن يعود على صاحبه سوى بالخيبة والخسران في النهاية ومهما طال الانتظار. هل من قبيل الصدفة أن دول الربيع العربي بدأت تتلاشى وتختفي من الوجود تباعا، أم أنه مخطط قديم وجد طريقه إلى التنفيذ بعد إجهاض الانتفاضات الشعبية في بعض البلدان العربية بمساعدة الأنظمة الحاكمة؟ هنا تساءل الكاتب فيصل القاسم: لقد أصبح الأمر ظاهرة صارخة في أكثر من بلد، لا بل صار تجسيدا واضحا لأهداف
ما يسمى حروب الجيل الرابع، الذي شارك في تنفيذها الأنظمة التي ثارت عليها الشعوب وحتى بعض تشكيلات المعارضات العربية المرتزقة بحسب وصفه. لخص البروفيسور ماكس مانوي رينغ أهداف الجيل الرابع من الحرب بأنه ليس تحطيم المؤسسة العسكرية لإحدى الأمم أو تدمير قدراتها العسكرية، بل الهدف هو الإنهاك، التآكل البطيء لكن بثبات. أين جيوش اليمن وليبيا والعراق وسوريا؟ كيف صار وضعها؟ لقد صدق مانيو رينغ عندما قال إن هدفنا هو إرغام الدول على الرضوخ لإرادتنا. الهدف زعزعة الاستقرار، وهذه الزعزعة ينفذها مواطنون من الدولة المستهدفة لخلق الدولة الفاشلة، تماماً كما يحدث في كل بلدان الربيع العربي. وهنا نستطيع التحكم، وهذه العملية تنفذ بخطوات ببطء وهدوء وباستخدام مواطني دولة العدو، ولا يأتي الانهيار سريعاً حسب البروفيسور الأمريكي، بل يحدث التآكل الهادئ والبطيء حسب قوله، لأن التآكل البطيء يعني خراباً متدرجاً للمدن وتحويل الناس إلى قطعان هائمة وشل قدرة البلد المستهدف على تلبية الحاجات الأساسية. أضاف الكاتب: لاحظوا أن تلك البلدان لم تعد قادرة على توفير الأساسيات البسيطة لشعوبها كالكهرباء والماء والدواء، وتتميز حروب الجيل الرابع أيضاً لأنها معقدة وطويلة الأجل، تستخدم الإرهاب ولا تستند إلى قاعدة وطنية، فهي متعددة الجنسيات وغير مركزية، وتشهد هجوماً مباشراً على المبادئ والمثل العليا الأساسية للعدو. كانت انتفاضات شعبية مشروعة وحقيقية، ولكن ضباع العالم ركبوها وحرفوها عن مسارها واستغلوها في لعبتهم الكبرى بالتواطؤ مع الأنظمة العربية نفسها، والتي تعد الشعوب ألد أعدائها. علقت مجلة إيكونومست في عددها الأخير، علقت على خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان بأنه هزيمة منكرة، وحذرت من تداعيات النزاع على الأفغان التي تبدو الآن كارثية ومن المحتمل أن تزداد سوءا. في هذا الأسبوع فر أكثر من 1000 جندي من ولاية بادخشان إلى طاجيكستان، وربما لم يكن لدى طالبان القدرة على احتلال المدن والحفاظ عليها مرة واحدة بسبب نقص القوات، وربما فضل قادتها خنق الحكومة ببطء بدلاً من مواجهتها، لكن الزخم إلى جانبهم. وعلى أقل تقدير فالحرب الأهلية ممكنة، حيث تواصل طالبان الضغط وتحاول الحكومة القتال من أجل البقاء، وستحاول الدول الأخرى مثل باكستان والصين وروسيا وإيران والهند ملء الفراغ الذي خلفه الأمريكيون. وربما قدم البعض الدعم المالي والعسكري لأمراء الحرب، وستكون النتيجة حمام دم ودمار في بلد يشهد الحرب المستمرة منذ أكثر من 40 عاماً. وهناك من عبروا عن مخاوفهم من تخلي أمريكا عمن تعاونوا معهم، ولكنهم يفقدون الصورة الأوسع، فأمريكا تتخلى عن بلد كامل وسكانه 40 مليون وتتركهم لمصيرهم البشع. ولم يكن الوضع لأن يصل إلى هذا، فخلال السنوات 6 الماضية كان 10,000 جندي أمريكي وعدد مشابه كذلك من قوات الناتو يمنح الجيش الأفغاني الدعم ويساعده للحفاظ على الوضع الراهن. وتتعامل الإدارة الأمريكية الحالية مع انسداد الأفق في أفغانستان بأن البقاء هناك لم يعد ضروريا، لكن الأفغان الذين حمتهم أمريكا من طالبان فقد كان الجمود ثمينا، وسيكون هناك نقاش طويل عن خسارة أمريكا مصداقيتها من هذا الخروج، ولم تكن أمريكا بثروتها وعظمتها العسكرية قادرة على إقامة دولة مستقرة معتمدة على نفسها، فضلا عن هزيمة تمرد مصمم. وأكثر من هذا، لم تعد الولايات المتحدة مستعدة لوضع ثقلها ودعم الحكومة الأفغانية.
أدى حريق اجتاح مصنعا للأغذية قرب دكا عاصمة بنغلاديش إلى قتل 49 شخصا في الأقل، في حين لا يزال مصير آخرين مجهولا حسبما أعلنت الشرطة الجمعة، وذلك في حصيلة جديدة للكارثة. وقد وقع الحريق في المصنع الكائن في روب غالج بعد ظهر الخميس، ولا يزال يحترق بعد نحو يومين على اندلاعه، وكثير من الجرحى وعددهم 30 قفزوا من طوابق عليا في المبنى هربا من النيران. أبقى الآن مشاهدينا الكرام مع طائفة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.